ازيكم شباب؟ ده شرح تحميل لعبة تريبو، حل كل مشكلة اللي موجودة اللي ممكن تقابلك في ايا كانت ايه هي. قبل ما نبدأ الفيديو انا اسف طبعا على جودة الفيديو، لان ده اول فيديو صوره تقريبا، وسامحوني على البرد والكحة اللي في الفيديو. حاولت امنتج على قد ما اقدر فيهم، بس برضه لسه مش قد كده في المونتاج يعني. شكرا، خليكم مع الفيديو. اول حاجة نعملها ان احنا نخش على لينك الديسكورد اللي في الديسكريبشن، هيدخلك السيرفر، هتروح على شانل اسمها ريبو. بعد ما تحملهم هينزلوا معانا بالشكل ده، هتفك ضغط الملف الكبير، والباسورد هنلاقيه في الـ في الـ في الشانل هنا اللي هو online fix.me بتاع الملفين ده وده. برضه بنفس الباسورد هينزلوا معانا ملفات كتير كده. خلي بالك بقى عشان احنا مش عايزين غير الملفات اللي هي الجديدة اللي هما دول، هتروح مدخلهم كلهم جوه الملف الكبير. تمام، تعمل ريبليس. بس كده احنا مش محتاجين دول تاني. اخر خطوة بقى وهي ان احنا نخش على ستيم و اد جيم، اد نون جيم، وبراوز، وهتجيب اللعبة اللي هي دي بالظبط. دوس اد سيلكتد بروجرامز. بس كده انت جاهز تلعبها. فتحت معانا هوست جيم، نيو جيم، بس كده يا معلم. عشان تغير لونك جوه الجيم بتدوس change color وتغير لونك من هنا، و invite من هنا بتفتح، بتبعت invite من ستيم. وهنزل فيديو تاني عشان ازاي تضيف اصحابك على ستيم وكده. settings هنا ممكن تخلي الصوت بوش توك او اللي هو المايك مفتوح دايما من هنا وبس. شكرا. بعد تفتح ده يس، بعدها تسطب عادي جدا، دوس نيكست. هنا تحدد التوز براوز وتحدد الملف اللي بتاع اللعبة نفسه. ثواني، بس كده دوس نيكست 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 وفينش. بس كده هنخش على اللينك ده اللي هو فوتون انجن، وهنحتاج معانا تمب ميل او مهمل عشان ناخد منهم اكونت نعمل بيه يعني. هتاخد كوبي من هنا وهتخش هنا تدوس ساين اب، تحط الايميل اللي احنا خدناه من هنا، تعدي الكابتشا اللي زي دي. هيوصل لك مسج هنا، دوس سيت باسورد اند ستارت. عادي هتحط نفس الايميل تاني مثلا، بس تزود اخر حرف، اخر حرف خليه كابيتال، او اعمل الباسورد اللي انت عايزه يعني، بس ده عشان نسهل الدنيا اكتر. بس كده الاكونت اتعمل. دوس ساين ان، مش لازم سيف. كده الاكونت اتعمل واحنا عملنا لوجن. ندوس كريت نيو اب ملتي بلاير، دي هتخليها ريل تايم زي ما هي. هنا تكتب اي اسم عادي، انا اكتب مثلا ريبو. ندوس كريت، بعدها يظهر لك الصفحه دي. هتدوس هنا كده على اللي جنب الاب اي دي وتاخد كوبي، وبعدها تروح على ملفات اللعبه.
هتلاقي ملف اسمه photon config اللي هو ده. ثانية اكبره شوية، اللي هو ده. تمام، تفتحه هتلاقي فيه نجوم وحاجات غريبة كده، تروح حاطط فيه ال ID اللي احنا خدناه من هنا اللي هو ده. و ثواني، ايوه، تروح دس هنا وتعمله سيف عادي، او تعمله، ممكن تعمله سيف بطريقة اسهل لك يعني. انا بعمله بس كده بغباوة، دوس هنا على الفايل وسيف وبس. طيب يا شوي، في مشكلة برضو بتاعت المايك، ان المايك ساعات مش بيبقى مفتوح عند ناس او مقفول على ناس. فحل بسيط، انت تخش عني كده برضه، اكون سايبهولك تحت عنوان مايكروفون بروبلم فيكس في الشانل تريبا برضه في الديسكورد. ولا تخش على اللينك وتحمل البرنامج من نسخة ويندوز بتاعتنا عادي جدا، وهتعمل له سيت اب. بعد ما تعمل له سيت اب هتنزل على السهم اللي تحت خالص اللي هو في التاسك بار، وتدوس عليه. هتلاقي الكلاود فيرن عندك مقفول اللي هو ده، هتروح دايس عليه وتعمل الكلاود فلير اون. استنى شويه بعدها يقول لك متصل الان باين او حاجه، هو متصل وبس كده باذن الله يكون اشتغل.